بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هو هل في حاجة اسمها الصيام حرام، أو هل في نوع من أنواع الصيام بيكون حرام؟ في أيام معينة يحرم على الإنسان إن هو يصومها. الأيام دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضحها لنا، وهي يوم العيد الصغير اللي هو عيد الفطر، ويوم العيد الكبير اللي هو عيد الأضحى، والثلاث أيام اللي بعد العيد الكبير اللي بنسميها أيام التشريق. فسيدنا النبي نهانا عن الصيام في هذه الأيام الخمسة، لأن دي أيام ضيافة الله سبحانه وتعالى لعباده. ربنا بيضيفنا في الأيام دي، والنبي قال هي أيام أكل وشرب. فربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الصيام في هذه الأيام، لأن احنا كأننا بذلك نعرض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى. ربنا جعل الأيام دي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، فما ينفعش إننا أمتنع عن الطعام وعن الشراب في الأيام دي وأصوم. طب الحكم إيه لو أنا صمت؟ ده أنا بصوم في الأيام دي، بعمل عبادة، بصوم لله سبحانه وتعالى. قال يحرم عليك وتأثم، يبقى أنت بتعمل العبادة دي وتاخد ذنب عليها وتاخد إثم عليها. ليه؟ لأنك أنت عبدت ربنا على هواك. الأصل إن إحنا بنعبد ربنا زي ما ربنا بيقول لنا، وزي ما سيدنا النبي يقول لنا، مش زي ما هوانا بيقول لنا. فالشرع الشريف ربنا وسيدنا النبي قالوا لنا الأيام دي يحرم فيها الصيام، يوم العيد الصغير والعيد الكبير والثلاث أيام اللي بعد العيد الكبير، دي أيام يحرم فيها الصيام بنص الشارع الحكيم. فما ينفعش إن أنا أصوم فيها وأقول ده أنا كده بصوم عبادة لله سبحانه وتعالى. أي حد هيصوم الأيام دي يبقى بيعمل حاجة حرام ويترتب عليها الإثم، والله تعالى أعلى وأعلم.